أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام. نتحدث اليوم عن رؤيا الأنبياء والمرسلين. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله في كتابه تفسير الأحلام: سمعت أبا بكر أحمد بن الحسين ابن مهران المقري قال: اشتريت جارية أحسبها تركية ولم تكن تعرف لساني ولا أعرف لسانها، وكان لأصحابي جواري يترجمن عنها، فكانت يوما من الأيام نائمة فانتبهت وهي تبكي وتصيح وتقول: يا مولاي علمني فاتحة الكتاب، يا مولاي علمني فاتحة الكتاب. فقلت في نفسي: انظر إلى خبثها، تعرف لساني العربي ولا تكلمني به أبدا. فاجتمع جواري أصحابي وقلنا لها: لم تكوني تعرفين لسانه العربي، فكيف تكلميه الآن؟ قالت الجارية: إني رأيت في منامي رجلا غضبان وخلفه قوم كثر وهو يمشي، فقلت في منامي: من هذا؟ فقالوا: هذا موسى عليه السلام. وهي تشاهد هذا الأمر في الرؤيا. قالت: من هذا؟ قالوا: هذا موسى عليه السلام. ثم رأيت رجلا أحسن منه وجها ومعه قوم كثر وهو يمشي، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: أنا أذهب مع هذا، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بنا إلى باب كبير، فدق الباب ففتح له باب الجنة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وبقيت أنا ومرأتان معي خارج هذا الباب. فنودي من داخل الجنة وقيل: من يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب يؤذن له بالدخول إلى الجنة. فقرأت المرأتان سورة الفاتحة فأذن لهما فدخلتا الجنة، وبقيت أنا خارج الجنة. فعلمني فاتحة الكتاب. قال: فعلمتها فاتحة الكتاب مع مشقة كبيرة، فلما حفظتها سقطت ميتة من ساعتها لا إله إلا الله. قال الأستاذ أبو سعيد رحمه الله: رؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم أحد شيئين اثنين، إما بشارة وإما إنذار، ثم هي ضربان. أحدهما أن يرى نبيا على حالته وهيئته، فذلك دليل على صاحب الرؤيا وعزه وكمال جاهه، وأنه يظفر بأعدائه بإذن الله. والثاني أن يرى الأنبياء متغيرين الحال عابسين الوجه، فذلك يدل على سوء حاله وعلى شدة مصيبته، ثم يفرج الله عز وجل عنه أخيرا. وإن رأى أحدكم أيها الإخوة والأخوات كأنه قتل نبيا في منامه، دل ذلك على أنه يخون الأمانة وينقض العهد، لقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذا على الجملة. أما على التفصيل، فإن رأى أحدكم آدم عليه السلام على هيئته نال ولاية عظيمة إن كان أهلا لها، لقوله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا رأيتم في منامكم أن سيدنا آدم عليه السلام قد كلمك نلت علما عظيما، لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقيل إن من رأى آدم عليه السلام اغتر ببعض قول أعدائه ثم فرج الله عنه بعد ذلك. فإن رؤيا متغير اللون والحال دل ذلك على انتقاله من مكان إلى مكان آخر، ثم العودة إلى المكان الأول بإذن الله. ومن رأى منكم أيها الأحباب شيخا عليه السلام نال أموالا وأولادا وعيشة رضية بإذن الله. ومن رأى منكم إدريس عليه السلام في المنام أكرم بالورع وختم له بخير بإذن الله. ومن رأى نوحا عليه السلام طال عمره
وكثر بلاؤه من أعدائه، ثم رزق أن يظفر بأعدائه بإذن الله. وأكثر شكره لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، وتزوج امرأة دنية فولدت له ولدا. ومن رأى هودا عليه السلام تسفه عليه أعداؤه وتسلطوا على ظلمه، ثم رزق أن يظفر بهم بإذن الله. وكذلك من رأى صالحا عليه السلام، ومن رأى في منامه سيدنا إبراهيم عليه السلام رزق الحج بإذن الله، وقيل أنه يصبه أذى شديد من سلطان ظالم، ثم ينصره الله على هذا السلطان وعلى أعدائه، ويرزقه الله سبحانه وتعالى زوجة صالحة. وقيل أن رؤيا إبراهيم عليه السلام فيها دلالة على عقوق الأب. وروي عن السماك ابن حرب أنه رأى في منامه كأن إبراهيم عليه السلام مسح على عينيه وقال: ائت الفرات فاغتمس فيه يرد الله عليك بصرك، وقد كان قد فقد بصره، فلما فعل ذلك أبصر، سبحان الله. ومن رأى في منامه سيدنا إسحاق عليه السلام أصابه شدة وابتلاء، ومن رأى في منامه سيدنا إسحاق عليه السلام أصابه شدة في بعض الكبراء والأقرباء، ثم يفرج الله عنه ويرزق عزا وشرفا وبشرا وبشارة، ويكثر الملوك والرؤساء والصالحون من نسله بإذن الله. هذا إذا رآه على جماله وكمال حاله، هذا في حال إذا رأيتم الأنبياء في المنام في أحسن حال. وإذا رأيتم الأنبياء في المنام متغيرين الحال، كمن رأى إسحاق عليه السلام قد تغير حاله أو غضبان ذهب بصره والعياذ بالله. ومن رأى إسماعيل عليه السلام رزق السياسة والفصاحة، وقيل أنه يتخذ مسجدا أو يعين على مسجد إماما، لقوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقيل أنه أصابه جهد من جهة أبيه ثم يسهل الله ذلك عليه. ومن رأى منكم يعقوب عليه السلام أصابه حزن عظيم من جهة بعض أولاده، ثم يكشف الله عنه ذلك البلاء ويؤتيه محبوبه بإذنه. ومن رأى في منامه نبي الله يوسف عليه السلام فإنه يصيبه ظلم وحبس وجفاء من أقربائه، ويرمى بالبهتان، ثم يؤتيه الله ملكا وتخضع له الأعداء. فقد قيل في التعبير أن الأخ عدو، وهذا دليل على كثرة صدقه. وقد حكي أن بعض الناس رأى كأن يوسف عليه السلام ناوله إحدى خفيه فانتبه، وقد صار معبرا في زمانه. وحكي أن إبراهيم بن عبد الله الكرماني رأى كأن يوسف عليه السلام كلمه فقال له: علمني مما علمك الله، فكساه قميص نفسه فاستيقظ وهو أحد المعبرين للرؤى بإذن الله. وعن ابن سيرين رحمه الله قال: رأيت في المنام كأنني دخلت الجامع، فإذا بمشايخ ثلاثة وشاب حسن الوجه إلى جانبهم، فقلت لهذا الشاب: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا يوسف. قال: وهؤلاء المشيخة؟ قال: هؤلاء آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقلت: علمني مما علمك الله يا نبي الله. هذا الإمام ابن سيرين رحمه الله يرى سيدنا يوسف عليه السلام في منامه، يقول: فقلت له: علمني مما علمك الله. قال: ففتح فاه، قال: انظر ماذا ترى؟ فقلت: أرى لسانك. ثم فتح فاه فقال: انظر ماذا ترى؟ فقلت: لهاتك. ثم فتح فاه فقال: انظر ماذا ترى؟ قلت: أرى قلبك. فقال: عبر ولا تخف. فأصبحت وما قصت علي رؤيا إلا كأنني أنظر إلى تفسيرها في كفي، سبحان الله. وهذه الرؤيا قد رآها ابن سيرين
حيث أن ابن سيرين يعد من أعظم المعبرين في العصر الإسلامي، وهذا ببركة هذه الرؤية. ومن رأى يونس عليه السلام في منامه فإنه يستعجل في أمر يورثه ذلك حبسا مضيقا ثم ينجيه الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤيا تدل على أن صاحبها يسرع الغضب والرضا ويكون بينه وبين قوم خائنين معاملة. ومن رأى نبي الله شعيبا مقشعرا فإنه يذهب بصره والعياذ بالله، وإن رأى سيدنا شعيب على غير تلك الحالة فإنه يبخسه قومه حقه ويظلمونه ثم يقهرهم بإذن الله. وربما دلت هذه الرؤية على أن صاحبها له بنات. ومن رأى موسى وهارون عليهما السلام أو أحدهما في المنام يهلك على يديه ملك جبار ظالم، ومن رآهما وهو قاصد حربا رزق أن يظفر بإذن الله. وحكي أن جارية لسعيد بن المسيب رأت كأن موسى عليه السلام ظهر بالشام وبيده عصا وهو يمشي على الماء، فأخبرت سعيدا برؤياها قال إن صدقت رؤياك فقد مات عبد الملك بن مروان. فقيل له بما علمت ذلك؟ قال لأن الله تعالى بعث موسى ليقصم الجبارين وما أجد هنالك إلا عبد الملك بن مروان، فكان كما قال سبحان الله. ومن رأى منكم أيها الإخوة والأخوات أيوب عليه السلام ابتلي في نفسه وماله وأهله وولده ثم يعوضه الله من كل ذلك ويضاعف له الأجر، لقوله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم. ومن رأى داود عليه السلام في منامه على حالته أصاب سلطانا وقوة، ومن رأى سليمان عليه السلام رزق الملك والعلم والفقه، وإن رآه ميتا على منبر أو على سرير فإنه يموت خليفة أو أمير أو رئيس لا يعلم بموته إلا بعد مدة. وقيل من رأى سليمان عليه السلام في المنام إن قاتله الولي والعدو وكثرت أسفاره. ومن رأى زكريا عليه السلام في منامه رزق على كبر ولدا تقيا. ومن رأى يحيى عليه السلام وفق للعفة والتقوى والعصمة حتى يصير في ذلك واحد عصره. ومن رأى عيسى عليه السلام دلت رؤياه على أنه رجل نافع مبارك كثير الخير كثير السفر. قال الحسن بن علي رضي الله عنه رأيت عيسى بن مريم عليه السلام في المنام فقلت يا روح الله إني أريد أن أنقش على خاتمي فماذا أنقش؟ قال أنقش عليه لا إله إلا الله الحق المبين، فإنه يذهب الهم والغم. وقيل إن رأت امرأة عيسى بن مريم وهي حامل ولدت ابنا حكيما بإذن الله سبحان الله. المرأة التي ترى عيسى بن مريم وهي حامل في المنام ستلد ابنا حكيما بإذن الله. ومن رأى في منامه مريم ابنة عمران فإنه ينال جاها ورتبة بين الناس. وإن رأت امرأة هذه الرؤيا وهي حامل ولدت أيضا ولدا حكيما بإذن الله، وإن افتري عليها برئت من ذلك وأظهر الله تبارك وتعالى براءتها. ومن رأى في منامه أنه يسجد لمريم بنت عمران فإنه يكلم الملك ويجلس معها. ومن رأى في منامه دانيال الحكيم رزق حظا وافرا وعلم الرؤيا بإذن الله، وظفر بجبار بعد أن تصيبه منه شدة. وقيل أنه يصير أميرا أو وزير أمير. وحكي أن أبا عبد الله الباهلي رأى كأنه حمل دانيال على عاتقه فوضعه على جدار وأحياه، فكلمه وقال له أبشر فإنك قد دخلت في جملة ورثة الأنبياء وصرت من جملة المعبرين. ومن رأى في منامه الخضر عليه السلام دل ذلك على ظهور الخصب والسعة بعد الجذوبة والأمن بعد الخوف. وقيل من رأى كأن بعض الأنبياء قد ضربه نال مناه في الدنيا دينا ودنيا. ومن رأى في منامه
كأنه بنفسه تحول نبيا معروفا نالته الشدائد بقدر مرتبة ذلك النبي، ويكون آخر أمره أن يظفر بأعدائه وأن يصير داعيا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا مجمل ما ورد في باب تفسير رؤيا الأنبياء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم بخير.